بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله مع بعض بنكمل في الماتيريال بالانس، والنهارده هنتكلم ازاي تعمل دايليوشن للمض بتاعك من وزن عالي لوزن قليل، سواء كان هتسيب الفوليوم بتاعك ثابت او انت هتزود الفوليوم بتاعك. لو عايزين نعرف ازاي بنعمل الحاجه دي من خلال الماتيريال بالانس تابعوني. ورجعنا مع بعض تاني، وبتحب انوه في البدايه طبعا ان احنا نتفرج على الفيديوهات الاولانيه اللي هي طبعا من ضمنها الانترودكشن اباوت دريلنج، سواء كان اربك فيرجن او انجلش فيرجن، والانجينيرنج كالكوليشنز والكونتامينيشن اند تريتمنت والفانكشن اوف دريلنج فلويدز. دي من اهم الفيديوهات اللي انت لازم تتفرج عليها. وطبعا حاليا في الماتيريال بالانس، عشان تبقى فاهم الموضوع كله لازم تتفرج على الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، في اللي هو الويت اب، سواء كان برضو ويز انكريز فوليوم او Without increase volume. في البداية طبعا بحب انوه ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشن او اشعار بكل الفيديوهات اللي احنا هننزلها مع بعض باذن الله. نبدأ مع بعض دلوقتي في الدايليوشن. في اول حاجة طبعا بالنسبة لنا ان هو النو فوليوم انكريز او with constant volume. لو انت عايز تنزل الدنسي بتاعتك او المضويت بتاعك من خلال ان انت ما تعملش اي زيادة في الفوليوم اللي انت هتشتغل بيه، مثال زي اللي قدامنا هنا، انت مثلا عندك سيستم او التانك اللي عندك موجود فيه 500 برميل والوزن بتاعه 9.5، فدلوقتي كل اللي انت محتاجه ان انت عايز تخفف الوزن بتاعك ده من خلال استخدام المية اللي هي الوزن بتاعها هنفترض ان هو 8.33 او 8.345، اي رقم مش هيفرق، الفروق بسيطة يعني. ودلوقتي انت عايز توصل ان الفوليوم النهائي يكون برضو 500 برميل، بس الوزن بتاعك ينزل من 9.5 ل 9، تمام؟ برضو بنفس الفكره بالظبط، الايكويشن العاديه مفيش مشكله، اللي هي الاولد فلويد زائد دايليوشن ووتر بيساوي النيو فلويد، اللي هو هناخد الاولد فلويد بتاعه، تاخد الفوليوم بتاعه بالمض ويت بتاعه بالدايليوشن ووتر اللي هو الفوليوم بتاع الووتر اللي انت هتضيفه مع الدنسيتي بتاعه الووتر اللي انت هتضيفها، ومعاك النيو فلويد هيكون اللي هو 500 الفوليوم بتاعه في المضويت اللي انت عايزه اللي هو هيكون معانا اللي هو 9 بي بي جي. تعالى بقى نشوف الموضوع ده لما احنا نعوض هيبقى عامل ازاي. طبعا في البدايه طبعا دلوقتي انا عايز الاولد فلويد بتاعي، الاولد فلويد بتاعي عادي مفيش مشكله، هو 500 برميل. ال 500 برميل دول المفروض ليهم دول اللي كانوا معايا، فالمفروض دلوقتي انا عايز اعمل كونستنت فوليوم، فالمفروض ان انا هشيل منه زي ما احنا عملنا برضو في الجزء الاولاني في الويت اب. هنخلي الفوليوم بتاعنا في الاولد فلويد هيكون 500 ناقص الاكس اللي انا هضيفه، اللي هو هيكون اللي هو حجم الماي اللي انا هضيفه علشان اعمل بيه دايليوشن. فدلوقتي هيكون 500 ناقص اكس في ال 9.5 اللي هو باوند بير جالون اللي هو الوزن اللي كان معايا في الاول، واجمع عليه الفريش ووتر اللي انا هضيفه، الفوليوم بتاعه اللي هو هيكون اكس مع الويت بتاعه، الويت بتاع الووتر اللي هو هيكون 8.3 باوند بير جالون، وهيساوي اللي هو النيو فلويد او الفاينل فلويد بتاعي اللي هو هيكون 500 في 9 اللي هو المضويت اللي انا عايز اوصل له. تعالى بقى نشوف الاكس دي هتطلع معانا ازاي. الموضوع كله رياضه مفيش مشكله خالص، الفكره كلها ان انت هتضرب ال 9.5 في الاكس وفي ال 500 عادي مفيش مشكله خالص، في الاخر هتطلع الاكس بتاعك طلع معانا اللي هو 214 برميل من الفريش ووتر اللي انت هتستخدمه علشان تعمل بيه دايليوشن. طيب تمام، انا كده عرفت انا هضيف كميه ميه قد ايه، فعرفت ان انا هضيف 214 برميل عشان اقلل الوزن بتاعي من 9.5 ل 9 بي بي جي، تمام؟ طب تعالى نشوف احنا هنبدا بقد ايه بالظبط، يعني احنا هنعمل دمبل قد ايه. فبالتالي 500 ناقص اكس هيساوي 500 ناقص 214، فبالتالي هحتاج ان انا يبقى معايا الفوليوم اللي في البدايه من الاولد فلويد، فبالتالي هكون عايز ان الاولد فلويد بتاعي يكون 286 برميل بس، مش 500 برميل كاملين، فبالتالي هحتاج ان انا اعمل دمب او اعمل ترانسفير ل 214 برميل من الاولد فلويد بتاعي اللي هو وزنه 9.5، واضيف عليه 214 برميل ميه، فيتحول معايا هيبقى التوتال كله 500، بس الوزن بتاعي هيقل من 9.5 ل 9 باوند بير جالون. طب تمام، تعالوا بقى نشوف الحاله الثانيه معايا، اللي هي لو انا عايز اعمل دينست ريدكشن او عايز انزل المضويت بتاعي، بس في الحاله اللي انا هعمل فيها دي اللي هيكون معايا الفوليوم انكريز. الموضوع برده بسيط مفيش مشكله، نفس الايكويشن برده، اولد فلويد زائد solution water بيساوي نيو فلويد، وهنشوف برضو نعوض بنفس الطريقه، بس الفكره دلوقتي هيختلف معايا ان انا دلوقتي الاولد فلويد هيكون هو 500 زي ما هو، بس النيو فلويد هيكون معايا 500 بلس اكس، تمام؟ اوكي، تعالوا بقى نشوف هنطلع الاكس بتاعتنا دي هتطلع معانا بكام.
تمام. الاكس معانا طلعت برضو ببساطه، ما فيش مشكله خالص. انت لما تعوض ب 500 في 9.5 في زائد الاكس في 8.33 بيساوي ال 500 زائد الاكس في 9، هيطلع لك في الاخر الاكس ب 373 برميل اوف فريش ووتر. فبالتالي انا دلوقتي لما انا اعرف ان الاكس بتاعي هيكون 373 برميل من الفريش ووتر، فبالتالي انا لو عايز اعرف الفوليوم النهائي بتاع النيو فلويد بتاعي هيكون 500 زائد اللي هو 373، فده هيساوي 873، وهو ده اللي احنا المفروض عايزين نوصل له في النهايه. تمام. طبعا زي ما احنا ما قلنا برضو في الجزئية اللي فاتت برضو، ان انت فكرة انك تختار اذا كنت انت هتشتغل بالفوليوم انكريز او وزود فوليوم انكريز او كونستانت فوليوم، دي على حسب حاجات كتير قوي، على حسب السيرفيس اكوبمنت، على حسب الايكونوميك، على حسب برضو الانفيرومنتال كونسنتريشن، على حسب الكوست اللي انت هتشتغل عليه، على حسب برضو على حسب الانستراكشن اللي هتجيلك من الكومباني مان. تمام. وبكده احنا يعتبر خلصنا الجزء الثاني من الماتيريال بالانس، وهو ازاي تعمل density reduction او decrease للmud weight سواء كان with constant volume او with volume increase. بكده يا جماعة احنا يعتبر خلصنا الموضوع ده، اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير بإذن الله، ومتنسوش تعملوا share وسبسكرايب. شكرا.